إمكانيات كثيرة. الصالست حالة حال المطرب. المطرب يقدم بصوته بأداء جميل ونظيف ومن غير نشازات، من غير أخطاء، ويطرب السمع. الصولست نفس الشيء، لازم يقدم أداء عالي وإمكانيات كبيرة علشان المستمع يستمتع بهذا العزف. يعني ما أحس أنه فرق، أنه ممل أو أنه وايد غير عن المطرب وغير عن الفرقة المرافقة للمطرب اللي هي فيها غنية بالآلات يعني. بالنسبة لبيت العود العربي، وأنت طبعا من خريجي هذا البيت وخاصة لآلة العود، وفي خريجين آخرون طبعا بالنسبة للآلات الأخرى، شو أهمية وجود بيت العود في أبوظبي بالذات، بيت العود العربي؟ طبعا بيت العود العربي يعتبر أول أكاديمية جادة حكومية في دولة الإمارات في المجال الموسيقي. يعتبر بيت العود العربي أقوى مدرسة لآلة العود على مستوى العالم، من حيث المنهج وأسلوب التدريس والطالب اللي يوافق على تخريجه. يعني الطالب ما يتخرج إلا لما يوصل مرحلة يقتنع فيها الأستاذ نصير شما شخصيا ويقول له أنت جاهز للتخرج، تخرجك تاريخ الفلاني. بيت العود العربي يعني من أهم إنجازات هيئة السياحة والثقافة، وتسجل لأبو ظبي بصراحة، يسجل هذا الإنجاز ويضاف، وهو إضافة كبيرة للثقافة والفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة. ماذا يدرس الطالب اللي خاصة يتخصص في العود؟ إيش اللي يدرسه؟ هل فقط عزف آلة العود ولا دراسة أكاديمية أخرى في الموسيقى؟ لا، دراسة أكاديمية طبعا. الطالب في بيت العود ما بيتخرج إلا إذا وصل مرحلة أنه يقرأ نوتة ويكتب نوتة. لازم يتعلم أساليب القراءة، يتعلم كيف يكتب النوتة، كيف يحل القطعة. لازم بجانب التكنيك والعود والتمارين اللي ياخذها، لازم يكون متمكن من شيء اسمه سولفيج نغمي وإيقاعي. كونك تخرجت بامتياز، أكيد أنت طالب لك مكانة خاصة في المعهد، وأيضا عند الموسيقار نصير شمة والأساتذة اللي درسوك أكيد في المعهد، أكيد يميزونك بشيء معين، ممكن تكون المرشح الأول دائما في حفلات أو فعاليات تقام في العاصمة أبوظبي، فخبرنا هل أنت فعلا طالب تحظى بالكثير من الامتيازات في بيت العود العربي؟ والله شو سؤال صعب شوية، لكن أنا بصراحة يعني ما قاعد أحظى بالاهتمام المطلوب من قبل الجهات الرسمية. أستثني من ذلك مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ووزارة الثقافة والشباب تنمية المجتمع. هذه الجهتين يعني داعميني بصراحة. حلو. يعني من قبل ما أتخرج. وهم يعني واقفين معاك. لكن للأمانة حتى الآن غير الموسيقى، هل يعني تعمل في مجال آخر ولا بس أنا بجانب مهتم بالموسيقى وبس؟ هو أنا حياتي كلها موسيقى بصراحة. يعني متفرغ للموسيقى بشكل عام. أنا يعني حتى مش موظف، أنا متقاعد. لا تستغربين، أنا مش كبير. أنا لما كملت 15 سنة في وزارة الداخلية أنا طلبت التقاعد يعني علشان أتفرغ للمجال الفني والموسيقي. كان أيامها فاتح بيت العود، فطلب يعني في قانون أيامها الضابط بس يكمل 15. حلو. وانضميت لبيت العود وتخرجت في عام 2011 سولست عود. في هاللحظات معنا الأستاذ والموسيقار نصير شمة من القاهرة. مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخيرات. كيف الحال؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الله يسلمك ويبارك فيك. اليوم كيف أخبارك؟ بخير أستاذي، الله يسلمك. عاش من سمع صوتك والله. مبروك السي دي ومبروك يعني الفرص اللي بدت إن شاء الله تتوفر لك وتخليك عازف مهم تمثل الإمارات وتمثل العرب في كل مكان. الله يبارك فيك أستاذ، هذا بفضل مجهودك معنا وتعبك وإخلاصك لهذه الآلة ولهذا الفن، وأنا أفتخر بأنك أستاذي الأول وأنك أنت اللي وضعتني على
السلمة الأولى، وهذا شرف كبير لي. ما شاء الله. أستاذ في أستاذ نصير، ماذا يعني تقول عن فيصل الساري كسوليست عود طالب امتياز تخرج من بيت العود العربي في أبو ظبي؟ فيصل مخلص لكل شيء يمسكه، يعني إذا يريد يدخل في أي مجال هو يعطي كل وقته وكل جهده ويخصص له كل شيء ويتفرغ لي. يعني أنا الدأب اللي عنده، المثابرة اللي عنده هي اللي تخليه إن شاء الله في المقدمة إن شاء الله يصير إن شاء الله. اللي جاد جدا في تبني لي للدرس، تبني للإصرار، عنده إصرار حقيقي يعني عادل 10 طلاب في الإصرار، 10 طلاب موهوبين ما شاء الله. وهذا هو اللي يسوي الفنان. يعني أي شخص يريد يصير فنان حقيقي وكبير محتاج مثابرة دائمة وتمرين متواصل وبدون كلل. هذا هو اللي يملكه فيصل، وهو اللي خلاه يدرس، ومو سهولة يدرس عن كبر الإنسان، مو سهولة أنه هو متعلم على نظام طول عمره يدخل في مدرسة نظامها مختلف تماما في التعليم في التكنيك، ويغير كل شيء ويتخرج ويقدم عرض في أفكار وفي مدارس عدسية مختلفة. هذا كله مو سهل الحقيقة. هو عمله ونجح فيه، وأنا يعني مثل ما وعدت في ليلة افتتاح بيت العود من 4 سنين وعدت الشعب في الإمارات إن قريبا سيولد نجوم إماراتيين وعرب وأوروبيين من هذا المكان. وهذا وفاء لهذا العهد بدأوا الشباب يتخرجوا بهذا المستوى اللي هو مشرف إن شاء الله. حلو، جميل جدا. أستاذ نصير شم، بيت العود يوم عن يوم يكبر، وأنا أعرف في بيوت كثيرة للعود فتحتها في القاهرة 3 أفرع، في اسكندرية، في 6 أكتوبر، في القاهرة، في الجزائر، في مدينة قسطنطينة، أيضا في أبوظبي، ويعتبر هذا هو الفرع الثالث. هل هناك فرع قادم ممكن تفتحه في العواصم العربية الأخرى؟ الحقيقة هو في كثير طلبات على أنه نفتح فروع، بس أنا متأني جدا لأنه كل الفروع تتطلب حضوري ووجودي. يعني هذا حتى ينجح المشروع الدول تريدني أن يكون موجود، وهذا دي شكل لي عبء كبير على وقتي وعلى عائلتي وعلى شغلي العسفي نفسه على تمريني. فلكن اللي دا سويه أنه دا حاول أنه أفتح بيت بهدوء، يعني كل ما ناخذ فرصة شوية بيتي يستقر يصير نظام متواصل نفتح بيت آخر. مثلا الآن تحدد مكان في بغداد ساحر في شارع من أهم الشوارع في بغداد، في بيت أثري عمره تقريبا 700 سنة. هذا البيت خصص لبيت العود مقر. في دولة قطر طالبة بيت عود، في الكويت طالبين في بيت عود، في جدة نفس الشيء، في فكرة مطروحة من فكرة. بس أنا أحاول المسألة شوية تأخذ وقت، كل بيت وكل ما يتخرجوا عندنا شباب، يعني بكرة فيصل وعلي عبيد من الإمارات يصير يدرسوا مثلا في قطر، يصير غيرهم يدرسوا في مصر، غيرهم يروحوا، وهكذا يلفوا الخريجين في الدول كلها لحد ما يعطوا خبراتهم مثل ما أخذوا خبرتي وخبرة الخريجين الآخرين، هم أيضا يعطوا خبرات الكل. أكيد. هذا نظام بيت العود من كل أساتذته منه وفيه. صحيح. جميل جدا، فكرة جدا رائعة وأنا أحييك عليها. وحفلك الأخير أيضا في مهرجان أبوظبي 2012 كان رائع جدا، ووجود تلميذك في الحفل نفسه أيضا شيء جميل جدا. أستاذ كانت سعادتي كبيرة، كنت أوقع كتابي وكان فيصل أمامي وقع CD الأول من مهرجان أبوظبي. ما شاء الله. هذا المهرجان عمل سمعة كثير عالمية لأبوظبي ولمكانتها فنية وثقافية. صحيح. تحية وشكر للموسيقار نصير شمة، وإن شاء الله نلقاك في لقاءات قادمة ونتمنى لك إقامة. ندعوكم يوم 25 في بيت العود في هذا السهر حفل تخرج دفعة القانون إن شاء الله. مفاجأة كبيرة إن شاء الله. كلنا حضور، يعني أنا حضرت جميع الحفلات وأحب آلة القانون وأكيد ما أفوتها. يلا لا في مفاجأة هالمرة إن شاء الله تشوفونا. الله يسلمك. للأسف أنا بكون في الكويت عندي كونسرت. بالكويت. الله يسلمك. تحياتي لك أستاذ نصير.
نصير شمة ونشوفك إن شاء الله في العاصمة أبوظبي وفي بيت العود العربي تحديدا. إقامة طيبة في القاهرة، إلى اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله إلى اللقاء. الله يسلمك. شكرا أستاذ. شكرا. شكرا. شكرا فيصل معك. شكرا للأستاذ نصير شمة. ونبيل ناخذ فاصل قصير فقط ونرجع لعزف.